كابتن بلال الف مبروك كابتن. الله يبارك فيك كابتن ايمن، ومبروك طبعا لجمهور الاهلي الاول، لانه كان عنده يقين وعنده ثقه في فرقته بشكل كبير جدا 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 في كل المواقع كلها، ومواقع التواصل الاجتماعي كلها، وفي كل مكان وفي الشارع. يعني الناس كلها عندها ثقه في النادي الاهلي، يعني ثقه مش من فراغ الحقيقه، ثقه من تجارب، الثقه من تاريخ كبير، الثقه من ازمات كتيره مريت بيها وعديت بيها. تمام، يعني شبه الحاجات او يعني شبيهه للمباراه دي، ويمكن اكتر كمان بكتير جدا. كنت متفائل يا كابتن من قبل المباراه زي والله. بص يا كابتن، يعني انا بتراش. ايه لا والله انا كابتن كان بيعيط جوه من شويه، خمس دقايق كان بيعيط من خمس دقايق، وانا اقول له يا كابتن هنكسب، بيعيط من خمس دقايق اقول له يا كابتن هنكسب، لا ولا يقول الحكم اقول له يا كابتن هنكسب. تمام، لا بلال وفتح وخناقه، والكابتن نصر عباس يقول له يا كابتن ايمن انا فتح صدري قوي، قال لك متفائل زيك لا زيك انت لا انا متفائل. بص يا كابتن، بس ما حدش اتفرج بقى على ماتش. اه انت بص، ما حدش اتفرج على الماتش، الحق الكوره دي جول، الحق الكوره دي بنالتي، الحق الكوره دي عادل. طيب طفش. انا لما شفت ست دقايق الحكم بيدفعها في الاخر والله كان هيجي لي ازمه قلبيه. لا بلاش ازمات انت. مش ناقصه. فالحمد لله طبعا، يعني تاهل مستحق للنادي الاهلي طبعا. الحمد لله رب العالمين. مش يعني الفنيات هنيجي نتكلم فيها فيما بعد، يعني لما تطرح الاسئله على الكباتن. ماشي. ولكن يعني هو ده، هي دي يعني قدره النادي الاهلي، يعني حتى في مواجهه الصعاب. تمام، الامور بتبقى صعبه جدا 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 وبتتصعب بشكل كبير، ومع ذلك انت برضو بتتحدى وقد التحدي. النهارده ظهرت قيمه كابتن التيم محمد الشناوي. صحيح. ظهرت قيمه اللعيبه المدافعين بشكل كبير جدا جدا النهارده في الاستبسال عن قدام المرمى. تمام، يمكن ادوا الشق الهجومي ما تاداش بشكل جيد، لكن الشق الدفاعي ادوب بامتياز. الشوط الثاني طبعا، شوط ثاني طبعا، يعني الحقيقه حاجه رائعه جدا جدا من لعيبه النادي الاهلي. مبروك طبعا لمجلس الاداره، مبروك لكل محب النادي الاهلي النهارده، مبروك للجهاز الفني. اه طبعا مبروك للجهاز الفني. الجهاز الفني هنجي له فيما بعد ان شاء الله. طيب ماشي. عشان هو كان هيجيب لك جهاز قلبيه النهارده. لا لا الحمد لله رب العالمين.